السلام عليكم، معكم طلال نقار، متابع معكم بكورس الاخلاق الطبيه. اليوم معنا ضيفين مميزين. معنا اولا طبعا دكتور باسل طراب، استاذ الاخلاق الطبيه بجامعه هارفارد وجامعه بوسطن. بنرحب ايضا بالدكتور محمد السيد، هو اخصائي الامراض الهضميه بمشفى رش بشيكاغو. معنا ايضا الدكتور طارق اليوسف، هو اخصائي الامراض القلبيه والقسطره بمشفى كوك كاونتي بشيكاغو. فمعنا ضيفين مميزين، حنحكي اليوم ان شاء الله عن الامراض النهائيه التيرمينال النس بتخصص الهضميه وبتخصص القلبيه. برحب فيك اخينا طارق، كيف حالك؟ حياك الله اخي طلال، حياك الله. الشباب يسلمك يا طيبين رب. اخينا محمد طمنا عنك. الحمد لله رب العالمين. اهلا وسهلا، كيفكم؟ شو اخينا اخباركم؟ باسل، كيف حالك؟ يا هلا طلال، اهلين الشباب. فمثل ما حكيت ببداية التقديم انه نحن حنحكي اليوم عن التيرمينال إلنس، عن الامراض الانتهائية. نحن طبعا كأطباء هدفنا نعالج المرضى لحتى نشفيهم، الكيور، اني انا يكون عندي مرض قابل للشفاء واني انا اعالجه، وهذا هو الهدف المقبول لكل المرضى. بس للأسف وهذا واقع انه الطب في له حدود، في حالات معينة بكل تخصص يصل الطبيب فيها إلى أنه العضو نفسه فشل، ما عاد في أي قابلية لشفائه. فخليني أبدأ أنا مع دكتور طارق بتخصص القلب. طبعا اسمحوا لي أكون البساط أحمدي بدون لقب دكتور، يعني طارق ومحمد وباسل وطلال لو سمحتوا لنا. فطارق، لو تحكي لنا شوي عن قصور القلب، شو هو، إمتى أنت بتفكر بأنه هذا المريض صار تيرمينال، بمعنى آخر ما عاد عندك أنت أي قدرة، خاصة أنه أنت تخصصك هو القسطرة، أنت بتعمل توسيع للشرايين، إمتى بتفكر أنه أنا ما عاد عندي أي مجال أني أعمل شيء لهذا المريض؟ الله يعطيك العافية. والله السؤال بتخيل انه شوي صعب انه اعطيك خطوط عريضة، يعني اعطيك خطوط عريضة للابروتش. مثل اي مرض بالجسم، لما تبلش الاعضاء تقريبا اللي خارج القلب تفشل، او يعني ما عاد فيني اعمل لها شيء، اتخيل كخط عام هون بتبلش تفكر انه يا ترى في عندي حلول ترجع الامور للطريق الصواب، يعني ولا انه حان وقت انه نحكي بانه معالجات تنظيفيه وتخطيط نهايه الحياه ومن هالكلام هذا. هذا يعني لما بتقول أعضاء بالخط خارج الرائع. القلب طارئ، قصدك أنت الكلية أساساً ولا أنا غلطان؟ الكليه، الكبد، حسب شو سبب قصور القلب، لانه مثل ما بتعرف يعني بشكل عام قصور القلب النوعين الكبار هن قصور القلب الأيسر وقصور القلب الأيمن. قصور القلب الأيسر والاثنين يعني لهم حالات نهائية. بالهي قصور القلب الأيسر بتخيل الناس معظمهم فاميليار، أو يعني بيعرفوا أوضاعه لما القلب بيوقف عن ضخ الدم للجسم. بنفس الوقت قصور القلب الأيمن وفرط التوتر الرئوي اللي هي الصورة النهائية يعني لفشل القلب الأيمن، كمان نفس الوضع بالضبط للأسف. يعني حتى هدول المرضى بيكونوا شوي أعمارهم أصغر، و يعني إنك تقول لهم ما عاد فيني أعمل لكم شيء بيكون حتى شوي أصعب. تمام. فيا سواء قلب أيسر قلب أيمن، بالحالات أحيانا حتى عندنا أحيانا هذا التهاب التامور العاصر أو العاصر أو الكونستريكتيف الحاصر بريكارديتس، حاصل constrictive كوست. pericarditis، تمام. يعني بالمراحل النهائية مثلا وقت يكون في تشمع كبد والكبد متضخم وفاشل حاليا، يعني بيفشل الكبد فشل الكبد بسبب القلب نفسه. بسبب القلب نفسه تماما، بسبب الاحتقال اللي بيصير فيه، وبيصير يعني بيكون شيء معالجة جراحية خلينا أقول شافية، اللي هي إنك تشيل التامور عن القلب، بتصير حتى معنا خيار، يعني المريض مضطر إنه يعيش مع فشل قلب وكبد للأسف. جميل جدا. فنحن يعني انا حاول يكون الحوار متنوع بين الزملاء مشان يكون يعني ما نمل مثلا. فخلينا ننتقل لمحمد وناخذ كمان قبل ما ندخل تفاصيل الاعراض تبع هذول المرضى مع طارق مره ثانيه، نرجع ننتقل للدكتور محمد. اخينا محمد، لو تحكي لنا شو هي الامراض الانتهائيه تيرمينال بتخصصكم، اللي انت بمرحله معينه فينك تقول للمريض للاسف انا ما عاد فيني اعالج او ما عاد في عندي خيارات علاجيه حاليا. لا محمد، ما عم نسمعك ترى نحن. تمام، هلا شكرا لك والله يعطيك العافية على الاستضافة. بدي بلش بقصة.
بدي احكي قصه لانه يمكن هي بتقرب الموضوع بشكل يعني سريع وواضح. مريضه عمرها 30 سنه اجت على المشفى بالتهاب كبد بسبب الكحول. كان عندها التهاب الكبد بسبب الكحول حاد، ولكن هي مشكله كانت مزمنه عندها، انه كانت تشرب كحول بكميات كبيره على سنوات طويله، اكثر من 10 سنوات. وصلت هي المرحله اول مره بتدخل عنا على المشفى، طبعا مو المشفى هون برش وانما بمشفى ثاني كنت انا بعالجها. فهي المريضه دخلت لعنا بالتهاب كبد حاد كحولي، وبدا عندها اعراض وبدا عندها اعراض فشل الكبد. مش الكبد حاد، أكيوت هلا، تماما. أكيوت فيلر، تمام. فدخلت هي باعراض التهاب الكبد الحاد، وانتقلت الى الفشل الكبدي، وبلشت الاعراض اللي هي المشاكل الرئيسيه. المريضه صار في عندها تخليط ذهني، صار في عندها عدم القدره على الاكل، صار في عندها بلش السوائل تجمع بالبطن بشكل حاد، بلش عندها قصور الكليه. طبعا هذا الكلام نحن عم نحكيه على مده اسبوع اسبوعين ثلاثه في المشفى. فخلال هالاسابيع هاي الثلاثه لما دخلت اول شيء على المشفى كنا متأملين انه تبلش هي تتحسن، ودائما هذا هو هدفنا نحن كأطباء، هدفنا انه المريض يتحسن وتصير حياته افضل يعني. ولكن مع المعالجات ومع تقديم المعالجات اللي ممكنة بهيك حالة، وصلنا لمرحلة انه لا يمكن التراجع، يعني وصلنا لمرحلة اللاعودة، بحيث انه قصور الكلية وصل لمرحلة شديدة، تجمع السوائل صار بكمية كبيرة، صار في عندها التخليط الذهني بلش يدخل بهذا الموضوع. فبهي المرحلة، هي المرحلة اللي نحن بنقول إنه لازم نبلش نفكر بزراعة الكبد لهي المريضة. فلما هون ببلش القرار الرئيسي، لأنه احنا عندنا بأمراض التشمع الكبد، وتشمع الكبد هو لما يتحول الكبد إلى عبارة عن تليف كامل بنسيج الكبد. لما بيتليف الكبد بشكل كامل ويصير كله عبارة عن ألياف ميتة وليست خلايا حية، هذا لما نوصل لمرحلة التشمع. فهذول المرضى يوصلوا لمرحلة أنه لا يمكن على الكبد أن يسترجع وظيفته من جديد بسبب التليف الشديد. فبهي المرحلة لازم نفكر لهي المريضة، عمرها 30 سنة، تمام. والدة والدتها موجودين جنبها، صديقة موجود كمان جنبها، كلهم موجودين جنبها عم يحاولوا انه يعملوا اي شيء لمساعدتها. ولكن نبعث القرار لزراعة الكبد لأعضاء زراعة، الفريق، تمام. أعضاء الفريق ناقشوا الحالة أول مرة، ناقشوا الحالة ثاني مرة، قالوا انه لا يمكن لهي المريضة أن تحصل على زراعة كبد. فهذا هو كان في سبب الموقف. طبي خلاهم ياخذوا قرار انه ما بدهم او هي لا تصلح للزراعة. كان السبب الرئيسي هو شربها للكحول بشكل مستمر، وكان بسبب الرئيسي انه هي حاولت من قبل على انه توقف الكحول ولم تستطع، فكان هذا سبب آخر. وهذا يعرض الكبد الجديد للخطر، لانه طبعا اذا هلا زرعنا الفيروس الكبد باسل يتدخل، انه نحن عندنا اصلا سكار تيشو، انه اصلا عند اعداد الكبد المتوافره قليله، فانا في عندي مثلا 1000 مريض عم ينتظروا كبد، في 500 كبد متوافرين، فانا قولا واحدا حاختار المرضى اللي هن ملتزمين، اللي هن ما حيأذوا الكبد مره ثانيه. مظبوط اخي محمد؟ يعني هذا اللوجيك تبعهم، ليش ما اختاروها؟ لانه اذا اخذت الكبد حتأذيه مره ثانيه، وربما مره ثانيه باسل يعلق على هذا الكلام، صحيح؟ تماما يعني هو هذا اللي صار يعني. فكان هذا احد الاسباب. طبعا هذا الموضوع يختلف من مشفى لمشفى. فتكملة للقصه، هي المريضه وصلت لمرحله انه انا بدي اشرح لوالدها ووالدتها، انه اقول لهم انه للاسف يعني لا يوجد اي شيء انا ممكن اعمله. هي المريضه صراحه يعني راح تموت خلال الاسابيع القادمه، يعني اذا ظلت عايشه خلال الاسابيع القادمه. وفعلا خلال اسبوعين ثلاثه ظلت هي بالمشفى، وبقيت داخل المشفى ولم تخرج من المشفى حيه، وانما توفت بعد مضي 4 أو 5 اسابيع من وجودها بالمشفى.
هاي واحدة من الحالات اللي نحن بنشوفها بشكل كثير، وليس الهدف انه التركيز على موضوع الكحول، ولكن الهدف التركيز على انه موضوع تشمع الكبد، انه المرضى اللي عندهم تشمع كبد هم مرضى عندهم مرض مزمن، ولكن في بعض الاوقات تصل المرحلة الى انه هي المرحلة هي مرحلة اللا عودة، مرحلة انه لا يمكن تقديم اي شيء ممكن يفيد بهاي الحالة. في عندنا يعني ممكن الواحد يفكر فيها انه في عنده المرض تشمع الكبد هو مرض طويل الامد، ممكن احنا نعالجه ونقدم له معالجات لمدة طويلة جدا، ولكن ممكن توصل لمرحلة هي المرحلة لا عودة، هي بتكون انه المريض اذا تمت زراعة الكبد له فممكن يتحسن، وإذا لا فعلى الأغلب سوف يموت قريبا. طبعا ما حدا بيعرف إنه ممكن أيام ممكن أسابيع، فهي الأمور اللي نحن بنشوفها بالمشفى عادة، وأغلب المرضى بالجهاز الهضمي هن مرضى الكبد اللي بيتأثروا بهذا الموضوع. محمد، عندك احصائيات بالك على عدد زراعات الكبد اللي بتصير بامريكا سنويا؟ انا عندي عن الكليه، بس على الكبد عندك اي فكره كم مريض بيحتاج لزراعه كبد حاليا في سنويا، وكم مريض عم يتم زراعه الكبد فعليا له؟ ولا ما عندي أرقام حاليا يعني بالنسبة لكل هلا. أنا ممكن بالمشفى عندنا، المشافي عادة هون بأمريكا كل مشفى بيزرع حوالي 50 إلى 60 كبد سنويا، سنويا؟ وأحيانا بعض المشافي ممكن توصل للمية أو 120. ولكن مثلا بشيكاغو على سبيل المثال أكبر مشفى يزرع هو نورث ويسترن، بيوصل عدد الزراعات أحيانا لل 90 أو 100. عندنا نحن بالمشفى برش بيوصل العدد احيانا ل 50، او احيانا يعني بين ال 40 وال 50 بالسنه. فهي بالسنه كلها بنزرع فقط 40 الى 50 كبد. هلا عموما الكبد زراعته اصعب، والقلب لسه اصعب، حنحكي مع طارق بعد، بس الكليه اللي هي زراعه سهله نوعا ما، بس مشان ارقام احصائيه بسيطه، وهي ربما الكليه وضع افضل بكثير من بقيه الاعضاء. سنويا في عندك 500 الف مريض على اجهزه الغسيل، يعني هم بحاجه لزراعه، 100 الف منهم يصلحون للزراعه يعني بيكونوا على القوائم، و25 الف فقط سنويا يتم زراعتهم. يعني تتخيل الرقم، من اصل 500 الف عم نقدر نزرع ل 25 الف فقط. ومرض الكلية إذا ما زرعته بالنهاية، يعني إذا كان الكواليتي أوف لايف وحتى البروجنوزس حتى الإنذار تبع ما هو جيد، هي الكلية اللي هي الأمر بسيط أبسط، فما بالك بالكبد وربما القلب. طيب برجع نعم. لك، خلينا أسمع تعليق من باسل، إنه الموضوع إنه عدم زراعة الكبد لأنه هي كحولية، طبعا هذا الموضوع هلا صار ديبيت كبير عليه، وهلا ربما يعني بعد ما زرعوا كثير وصاروا يقبلوا هدول المرضى، مزبوط أخينا باسل؟ نعم، هلا أنا صراحة سؤالي أول شيء لمحمد. محمد، هي سياسة المستشفى عندكم صحيح ولا هي الناشونال ريكومنديشن؟ لا، هلا اللي صار انه كانت هاي الموضوع ببدايه ادخال البروتوكول الجديد. هلا نحن صار في عنا بروتوكول جديد اللي هو مرضى الكحوليين اذا كانوا اول مره بيدخلوا الى المشفى بسبب مشاكل كحوليه، فيمكن اعتبارهم انه نقدم لهم زراعه كبد، ولكن يجب ان يكون هناك يعني هي ولكن هي لحالها تحتها يعني 4 5 خطوط او 20 خط، لانه هي لازم كثير يكون الموضوع مهم، انه هي فعلا المريض انه لم يحاول من قبل ايقاف الكحول، ولازم المريض ما عمر حدا قال له انه انت لازم توقف الكحول. يعني اذا في دوكيومنتيشن، اذا في طبيب من قبل قال لهي المريضه انه انت لازم توقف الكحول والا راح تموتي، او لازم توقف الكحول والا انت راح تدخلي بتشمع كبد، وهي ما سمعت الكلام وهذا تم توثيقه، وهي شافت مرضى وهذا اللي صار من قبل، انه هي كانت شايفه طبيب او طبيبين من قبل صار معاها هيك شغلات بسيطه خلال ال10 سنوات الماضيه، فبهالحاله هي لا يمكن. أما في حال أنه مريض لأول مرة يكتشفوا، أنه خصوصا المرضى الصغار بالعمر، صارت عندنا بمشفى رش بكمية يعني أنه نعملها أكثر من مرة خلال السنة، مرضى بيجوا أول مرة بحياتهم بيعرفوا أنه والله الكحول ممكن يسبب تشمع وممكن يسبب وفاة، بيعرفوا أنه يسبب مشاكل بس أنه يوصل للوفاة ويوصل للتشمع ما بيعرفوا، فممكن أنه نزرع لهم، وهذا البروتوكول تم استخدامه حديثا بأمريكا.
هذا نتمنى نعم انه يكون فعال. يعني احنا هلا بداوا بامريكا يخففوا من قيود حقيقه، وهلا بداوا هي الزراعات لمرضى هن كحولين وما اقلعوا الكحول لمده 6 شهور القانون القديم، فربما بالايام 5 سنين من هلا ربما يراجعوا هذا الكلام، وان شاء الله يكونوا هدول تابوا وان شاء الله يا رب يعني تعظوا بعد ما اخذوا اول كبد وفشل الكبد تبعهم. هلا أنا سألت هذا السؤال لأنه صراحة متوقع جواب محمد، لأنه مثل ما هو قال هي لكن تحت 20 شرط، لأنه صراحة هي لكن هو هون خلاف الأخلاق عليها، إنه نحن المريض لازم نعطيه فرصة، لازم يكون أول شيء very well informed، لازم يكون عرفان تماما إنه بتداعيات المرض تبعه وشو أسبابه، يعني ما في مشان العدالة بيسموها العدالة العلمية أو العدالة المعرفية عفوا، إنه في عندك مريض بيعرف إنه هذا الشيء بيأثر عليه وهو مصر على إنه يعمله ويساويه، هذا بيتحمل تداعيات قراراته، اما المريض اللي ما بيعرف فهذا من حقه صراحه انه ياخذ فرصه، مثل يعني مشان نصغر المثال مثل مريض السكري اللي هو بصير ياكل حلويات والاخر اللي لا بده يلتزم بحميه، هي مثلا. هلا صراحه كمان هو بتعتمد على التقنيه تبعيتنا وعلى توافر الاعضاء اللي رح نعم يتم نقلها. هلا بالبدايه كان ممكن التقنيه شوي اصعب، كان توافر الاعضاء شوي اقل، ويمكن حتى كان طلب عليها اقل، ولكن هلا صار في اكثر. برايي انا انه صراحه المنهج اللي عم يعني بيمشي فيه مستشفى محمد هو منهج صراحه تبع غالبيه المستشفيات. نحن عاده بنقول اذا في عندنا reasonable concern او انه الفريق الطبي عنده تخوف معقول انه المريض ممكن يرجع تعاطي الكحول وممكن يفسد هذا الكبد اللي هو رح يستلمه، فمن المنطقي جدا احنا نقول له لا، ورح نواجهه بالحقيقه ونقول له لهذا السبب انه انت عندك تاريخ بدلنا انه انت هذا الكبد رح تاخده، رح للاسف تهدره، ممكن شخص اخر يستفيد منه. طبعا هذا مش موضوع الحلقه الاساسي، لانه نحن هدفنا الحكي عن تيرمينال ايلنس، بس حقيقه انه زراعه الكبد بامريكا لمرضى الكحوليين هو ترف علمي حقيقه. لما عالجوا كل التهابات الكبد سي، لانه هلا ربما نتطرق للموضوع، ما عاد في التهاب كبد سي وما عاد مرض خطير مثل ما قبل، التهابات الكبد هي عم تقل تدريجيا للمينيموم ان شاء الله، ربما في لسه الاسباب، فما عاد في اسباب لقصور الكبد غير اللي هي الكحوليه هو سبب الاشياء، فنحن هذا هو الاكبر عدد من المرضى. برجع لك اخينا طارق، نحن حكينا عن قصور القلب وانه هو المرض ببعض الحالات بيكون انتهائي وبالتالي ما عاد في شيء يتقدم له. هلا انا صراحه صحح لي معلوماتي، انا طبيب داخليه وكليه، فربما معلوماتي بالقلبيه يعني ما هالقد. هلا لما بيكون في قصور القسطره هون بهالحاله، انت بتعمل قسطره لمرضى قصور اللو ايجكشن فراكشن، يعني انخفاض النتاج القلبي او ضخ الدم، لما بيكون منخفض وما انه مفسر، انت بتحاول تعمل قسطرة لتنفي انه في عندي سبب اقفالي قابل للاصلاح مثلا. يا صحيح، بشكل عام قصور القلب هو عبارة عن النتيجة النهائية لأذية ما في القلب. ممكن تكون أذية إقفالية شرايين سكرة، ممكن تكون أذية صمامية في واحد من الصمامات ما له شغال أو ملتهب أو فيه خمج الإندوكاردايتس التهاب الشغاف مثلا، ممكن أحيانا يسبب تخريبات بالصمامات، الحمى الرثوية إلى آخره. ممكن يكون سببه التهابي فيروسي، الكوفيد كان مثال كثير كبير. بس هذا بيكون سبب ظاهر، يعني انا عارفان اصلا انه في عندي بالايكو عملت الايكو في مبين انه قصور الصمام هو غير قابل للاصلاح مثلا، بس صحيح، انا عم سؤالي انه قصور غير مفسر لو ايجكشن فراكشن، فانت بتضطر تعمل قسطره لهدول المرضى لحتى تنفي انه في سبب صامت للاقفال عندهم حتى لو ما عندهم اعراض. يعني يا لو كان بشكل في عام نحن بشكل عام بنعمل قسطرة لأي شخص بنشك ب يعني زلمة أو شخص عمره 20 سنة مثلا وبيجي ب مثلا الإيجكشن فراكشن 15 20%، هذا غالبا ما له سبب إقفالي، غالبا مو أكيد، بس هذا نحن بنسميه نحن فيروسي أو احتمالية، إيه احتمالية كثير واطية للشو اسمه للأغلب إنه التهاب فيروسي أو ارتشاح بشغلة معينة، أو يعني في كثير أسباب لا. فالفكرة اللي بتعقد الموضوع بتخيل إنه بالنهاية هو قصور القلب هو النتيجة النهائية لأذية، وهي الأذية تقريبا هي اللي بتحدد الحقيقة انه قابل إنه الاصلاح او لا. إنذار المرض، إيه إنذار المرض يعني محدد بشكل كبير بالأذية اللي بتسبب قصور القلب. بعض الأذيات قابلة للإصلاح، بعض الأذيات كثير صعب إصلاحها كثير. قديش فهي نسبة الأمراض بالهيك الارتشاحية بتشوفوها بهدول المرضى؟ اللي هي ارتشاح العضلة القلبية بورم مثلا اللي هو الميلوما أو كذا، ولا ما كثير كبيرة،
بس مؤخرا يعني اخر كم سنه مثلا كثير في كثير مرضى هلا عم الداء النشواني مثلا عم يصير شغله تماما كثير كبيره ميلوما. بال شو اسمه بمرضى قصور القلب بالاشخاص اللي عمرهم فوق ال 60 سنه. وللأسف إنذارا سيء، حتى لو عالجته ما يعني إذا صار ارتشاح يا ما حسب له. نوع الداء النشواني، هذا المالتيبل مايلوما مثلا الاي ال اميلويد بسموه، هذا يعني انت عم تحكي يمكن يعني بست شهور او هيك شيء صحيح لما يكون في ارتشاح للقلب. التي تي ار اكشلي الانذار تبعه كثير كثير جيد، هذا جديد هذا الآن. اللي بيصير عند المرضى الكبار كثير بالعمر 80 90 سنه، في له ادويه صار وفي له شغلات تحسن الحياه وحتى بتحسن المورتاليتي تبعه، فهي شغله. بس انا لحتى اعمل بريدجينج بجوز مع الشيء اللي كان عم يحكيه الدكتور محمد على مبدا هي، انا في حالات شفناها مثلا انا جبت التهاب الشغاف واذيه للقلب بتؤدي الى التهاب الشغاف، هذا المفروض انه ما له مرض نهائي بشكل عام، بيورجيك يعني ايش قد بجوز هذا الشيء. حتى الدكتور باسل يعني خلينا نقول تريجرز دكتور باسل، انه في مرضى اللي بيسمون الاي في دراج ابيوزرز اللي هو عم يحقن المواد وخرب التهاب الصمام الشراف تبعه، الأيمن واجا بليف ات اور نوت يعني انه رايت سايد السيرجنز كثير بيفكروا مليون يعني مره قبل ما يحطوا لهم صمام جديد، ومثل ما قلنا قبل شوي او هي انه لأنه هي حيتسرب مرة اذيه ثانية، حيتم عكوسه. يحقنوا أدوية وحيصير التهاب على صمام جديد وحيكون يزيد الطين بلة مثل ما بيقولوا. يا والحالات للاسف يعني اللي انا كنت جزء يعني مثل ما بيقولوا فيرست هاند سموكينج، الحالات اللي انا هي السيرجن فعلا قال انه هذول ما بي شو اسمه من خبرتنا ما بيعملوا، ونحن ضلينا عم ندفش انه لا لازم يعني تعطيهم فرصة فرصه. للاسف طبعا، خلال شهرين بس يعني بين قوسين بيثبت لك انك انت غلطان هو صح يعني السيرجن. بين قوسين باسل هو بيشنت ادفوكيت، يعني هو بيحكي باسم المرضى، فهو هلا هذا يا تعصب عليك، هلا هلا بيسمع من انا باسل هذا انه اللي عم اعطيه بقوله فرصة. يعني انا خايف انه طيب هلا انا تفضل باسل. ما عصبت علي للدكتور طارق، بالعكس هذا الشيء الواقع للاسف. نحن اللي بهمنا انه صراحه هلا الخلاف تبعنا احنا على موضوع الدراج ابيوز نحن بنعتبره مرض، بينما في بعض الناس ما زالوا بيعتبروه انه هو عادي. هلا اذا هو مرض فما فيك تعاقب المريض عليه، ولكن بنفس الوقت نحن دائما بنمشي مع اللي بده اياه الجراح واللي بده اياه الفريق الطبي، وبنقول له ما في مشكله اذا فعلا انت شايف انه هذا المريض ما بيستاهل بده ياخذ هاي الفرصه نتيجه البيهيفير تبعه والسلوك تبعه انه هو صار له دائما هيك وما راح يتغير، فطالما هو اخذ هذا الشيء بعين الحسبان وطالما هذا الشيء عم يطبقه على كل المرضى فما في مشكله. بينما اذا بيجي اللي بيسال طبعا بعض المرضى بيقول لهم انتم عم تاخذوا انتم دراج ابيوزرز فراح نسمح لكم، انتم دراج ابيوزرز ما راح نسمح لكم، بدون ما يكون في كرايتيريا واضحه هون نحن بنتدخل. ما عدا ذلك طالما هو مخلي هذا الشيء يعني in the back of his brain يعني انه مفكر بهذا الموضوع واخده بعين الاعتبار وواصل لقناعه انه نتيجه تعاطي الادويه هي العمليه راح تفشل او ما راح يكون في فائده او فعليا راح ممكن تعرض المريض لمعاناه نتيجه الاجراء وكذا، بالاخير بعد شهر شهرين تلاقيه انه هو ما استفاد، فوقتها نوقف بصفه بنقول له انت اساسا المفروض ما تبلش بهيك شيء اساسا. طيب خليني اتدخل انا، ربما عند طارق الوضع ما حقول اسعافي بس نوعا ما اسعافي، انه في صمام مخرب فلازم يتداخل الجراح او ما يتداخل، يعني القرار ما انه بيتاخذ، يعني لازم خلال اسابيع يصير القرار يتاخذ. بحال زرع الكليه نحن مو الموضوع اسعافي، بيجينا دراج ابيوزر، بيجينا مرضى يعني مدمنين، طبعا مو ما بنقدر نزرعه ابدا، ممنوع يعني ما فينك تزرع مريض مدمن، بس نحن ما بنقول له ما فينك تزرع، لا بنقول له اقلع عن الادمان، بدك تثبت لنا انه اقلعت 6 شهور ويروح على ريهاب مثلا على اعاده تاهيل ويثبت انه هو كلير من الدواء او من المخدرات اللي عم ياخذها سواء هيروين او غيره، واذا اثبت هذا الشيء وبعد 6 شهور عملنا له راندوم نجيبه بشكل يعني شو بسموها عشوائي بيجيب تحليل ونيجاتيف نيجاتيف خلاص الزلمه اقلع وتاب. بس نحن مشكلتنا انه نحن عندنا وقت، يعني هي ميزتنا مو مشكلتنا ميزنا. عن طارق لا الكلام ما فيه، ما اظن انه انت بتقدر تعمل هذا الشيء طارق، انه انت تعطي المريض 6 شهور اقلع وكذا، ما هو اصلا الصمام تبعه مخرب، مزبوط طارق؟ ايه هلا
يعني انا الشورت انسر هو بشكل عام هدول الشغلات عاده بتكون اسعافيه. في كثير منا خاصه الصمامات اليمينيه، القلب بيتحمل اسابيع وحتى شهور، يعني حتى تشوف انه حتى احيانا فتعطوا بفتره من اوبشن المريض الفترات انه يقلع، يعني انه يام اعطينا يا اثبات. تمام. يعني هلا ما عم اقول لك يعني انه نحن بمعظم الحالات بتضل عم تلتفش السيرجن لحتى يقتنع انه لازم تعطيه فرصه على الاقل مره بالحياه. للاسف المعضله الاكبر بتصير وقت يرجع مره ثانيه بالتهاب ثاني، وقتها بتصير معضله حقيقيه، لانه يعني حتى انت بتلوم حالك انه بس معقوله نتركه يعني خلاص هيك، انه مثلا ما يعني ما نعمل شيء انه خلاص خليه بس هيك لا اختار. تصير مظبوط يا باسل، هو اختار، هو اختار هذا المريض، هو اختار. اختار. بس في شغله ثانيه دكتور طارق، هلا اللي عم يوقعوا فيه الناس بهي المرحله الثانيه، احنا اعطيناه اول صمام ومعقول بعد ما صار هيك ورجع صار معه معقول نتركه، هذا بسموه sunk in bias، اللي هو انه احنا تحملنا موضوع، تحملنا خسائر معينه بعد ما عملنا كل هذا الشيء، يعني بننسحب، بتصير من مبدا انه يعني انه خلص يعني بلشنا. هذا نوع من انواع التحيز اللي نحن دائما بننبه عليه. مشان هيك انا برجع للنقطه انه نحن كاخلاقيين طبيين ما نجي بنوجه الطبيب نقول له انت عامل هيك وانت ما تعمل هيك، نحن بنشوف شو البراكتس تبعه وبنساعده ينافيجيت هالموضوع هذا. يعني هلا مثلا هلا بزراعه الكليه مثلا طلال ممكن يقول لي انه احنا غالبيه المرضى ممكن يقلعوا ويمشي الحال، ونقول له خلص اذا هيك ما في مشكله، بينما اذا انتم بتشوفوا انه غالبيه مرضاكم ما عم يعني بحكم انه مثلا بفتره قصيره ما عم تحسنوا تعطوهم هذا التعليم الفعال وما عم تحسنوا تقنعوهم، ممكن هن فقط عاطفيين جدا بنحبهم للحياه، اي خلاص رح نقلع، ولكن فعليا ما عم يقلعوا. فيعني نحن نجي لتوصياتكم انتم، شو خبرتكم ومساعدتكم تاخذوا القرار بهذا الموضوع. الحقيقة في فرق جوهري بين حالتي وحالة طارق. أنت عم تحكي بمرضى الالتهاب الشغافي، اللي هي التهاب شغاف الأيمن. أنت مجرد حقنت الصمام، موجود الجراثيم راحت علت بالصمام خربته مرة ثانية. يعني في علاقة مباشرة، موضوع إعادة العودة للأدوية الموضوع يعني واضح جدا. بحالتنا نحن لا، نحن عم نختار المرضى اللي هن ما هم مدمنين مقابل المدمنين، لأنه التأثير على الكلية موجود، الادمان او الادويه الهيروين وغيرها بتاذي الكليه، بس مو بصراحه الاذى اللي بيصير بالتهاب الشغاف بالقلب. يعني بيصير بس بعد سنوات، ربما بيصير في اف اس جي اس مثلا، هو تصلب الكلي، بس مو بهش انه والله بيصير خلال شهر او شهرين لو رجع ادمن. فنحن اختيارنا هو اختيار انه انا في عندي مريضين، مريض منيح ومريض ما له منيح، مريض بيهيف ومريض ما عم يتصرف بشكل جيد. فاظن المنطق بيقول اني اختار المريض اللي لانه الاعضاء عندي محدوده. طيب انا برجع لك اخينا طارق، موضوع قصور القلب اللي هو فعلا مشكلتنا الاساسيه بامراض القلب. شو هي الاعراض اللي، يعني خلينا نحكي عن نوعيه الحياه بقى هلا، وربما انتقل لمحمد نفس الكلام عن نوعيه الحياه اللي بيعيشوها المرضى القصورات النهائيه التشمع القلبي. فببدا معك اخينا طارق، شو هي نوعيه الحياه اللي ممكن يعيشها مريض قصور القلب النهائي، اللي هي بتخليك كطبيب انت تبدا تناقش معه بالعياده انه نحن لازم نفكر بقى شو هو الخطوه التاليه، او شو لازم نعمل لو تدهورت الاوضاع؟ هلا يعني هذا شوي بصير تكنيكال السؤال، او الجزء الاكبر من الهي من المعضله هي شخصين بنفس الايجكشن فراكشن وبنفس الاعراض المبدئيه وقت يجوا على المشفى، بنفس العمر، بنفس الاعراض الاخرى او الامراض الاخرى الموجوده عندهم، واحد بتبلش له أدوية بيتحسن بشكل مو طبيعي، واحد بتبلش له أدوية وما بيتغير محله أو حتى بيضل عما يتطور الأمور بالاتجاه السيء. يعني هي الشغلة اللي بتخلي شوي الأمور صعبة، لأنه مثل ما يمكن حكينا إنه شو اللي مسبب قصور القلب بيلعب دور كبير، شو الاستعداد الجيني يمكن بيلعب دور كبير، الأمراض الأخرى اللي عند هي بتلعب دور كبير، استجابة الجسم للأدوية اللي هي شغلة كتير كبيرة، مثل ما قلت لك يعني إنه في كتير أشخاص ببلشون على دواء بيصير مثل السحر، يعني انه الزلمه عم يمشي ويلعب وبعد شهرين بيجي لعندك بيقول لك انا عم بلعب كل يوم باسكت بول مثلا او كره سله او كره قدم او هي والى اخره. ومريض تاني يعني انه الاجكشن فراكشن تبعه بجوز حتى يكون شوي احسن او هي نقطه البدايه، بس بتشوفه انه ما عم يحسن يعمل شيء وما عم يتحمل الادويه اللي عم تعطيه اياها والى اخره. فبصير صعب كثير يعني انك تقرر بالنقطة صفر، خلينا نقول إنه مين اللي حيتحسن ومين اللي ما حيتحسن.
فهي الـ الـ فهو انت السؤال عمليا احيانا خليني اللي ابدا، بنسأل حالنا. خليني ارجع انه الخص اللي حكيته. انت عمليا انت بدك تبدا بالادويه طبعا، انت ما حترجع على قصور قلب شخصته وحتقول خلص ما حاعمل له شيء، انت حتبدا بالادويه. وطبعا هلا ربما ضقلنا على الادويه الجديده، لانه هلا نحن بالعام 2023 موضوع قصور القلب ربما من 10 سنين بس كان مختلف تماما، ما بقول مختلف تماما علاجه، بس الامكانات المتاحه حاليا ما كانت متوفره. هلا الادويه تطورت كثير، مظبوط ولا انا غلطان؟ صار في عده انماط جديده من الادويه او زمر صحيح جديده بالعشر سنين الاخيره ما كنا نعرف عنهم صراحه من قبل، صحيح؟ صحيح يعني مثلا انتريستو مثلا اللي هو هلا صلعه العصر، يعني انا انت يعني شاهد لكلامك، انا عندي مريضين حقيقه نفس الحكي تماما اللي حكيته، اللي الايجكشن فراكشن تبعه اقل حقيقه، صار مثل السحر رجع يشتغل وصار فول تايم، كان يشتغل بارت تايم من قبل وما عاد عنده قصور، ما عاد عنده شورتنس، وما عاد ضيقه نفس مثلا، ما عاد صار تحمله للجهد اعلى. والمريض الثاني حقيقه تحسن بس لسه بيتجمع سوائل ببطنه، ويعني ما هو العلاج المعياري خلينا نقول لقصور القلب. فانا بس حابب بس انه نضيء للمشاهدين انه انت بعد ما عالجت المريض واعطيته كل الفرصه العلاجيه تبعه، اعطيت كل شيء ممكن متوافر، اعطيت الانتريستو مثلا هلا في الاس جي ال تي 2 تبع السكري صار ينعطوا لمرضى القصور، وحتى هلا بدل الدكتور صار ينعطى الدواء الثاني اللي هو الابرينون، صحيح؟ أبلرينون تمام وما بعرف اذا لسه في زمره جديده هلا داخله على السوق، انا هدول اللي بعرفهم ربما انت ادرى مني. فانت اعطيت كل الفرصه العلاجيه والمريض ما عم يتحسن، عم يحكي عن نمطي ما عم يتحسن، شو هي نوعيه الحياه اللي ممكن يعيشها هذا المريض؟ يا أنا آسف إنه رد مرة ثانية مثل ما بيقولوا بعمل عن إنه تطويل للهي، بس إنه حتى هدول المرضى لسه لهلا يعني ما عم نحكي إنه خلصت الخيارات، لأنه نحن في عندنا هدول الأجهزة مثلا الباي في، إنه هذا المريض ممكن ينحط له باي في اي سي دي أو شو اسمه، إنه الشغلات جميل اللي بتحسن قلوصية القلب، ففي أجهزة ميكانيكية ممكن تزرعها. نفس الشيء بالنسبة للشغلات اللي هلا عم تطلع من ناحية تنبيه القلب وحظه على تجميع الكالسيوم، والكالسيوم بيحضه على قلوصية أكثر. سو هاي الخطوة اللي بعدها، الخطوة اللي بعدها إنه والله عنده آفة صمامية، مايتر ريجورجيتيشن، قصور تاجي مثلا، وفينا نحط له مايتر كلب، نسكر له هذا القصور التاجي. هي بعملية ما أنا بسيطة، بس هي عملية ما كثير غازية، بتنحط بالقسطرة يعني، وبتحسن شوي الأعراض وحتى الوفيات. هي كلياتها طبعا بتصير خطوات خطوات. بين قوسين مجال الطب، مجال القلب بالذات ما شاء الله انتم عندكم يعني التطور فيه يعني هائل حقيقة. يعني انتم سنويا، ما حقول كل 5 سنين، كل سنويا بيطلع شغلات ما كانت موجودة تماما يعني. هذا الكلام، انه في كثير ضخ الى حد ما ب يعني الاندستري او الصناعات، يعني كثير عم تضخ مصاري بالريسيرش تبع الكاريولوجي، وهي الشغلات عم تنعكس ولله الحمد للامانه الحمد لله. على الاوتكمز تبع المرضى وعلى نوعيه الحياه. هلا بهدول الحالات الكثير نهائيه بقى، اللي بعد ما جرب كل هدول الامور اللي هي ادويه، الاجهزه البسيطه تبع الباي في الاي سي دي، المايترا كليبس، هيك شغلات، اذا المريض لساته وضعه كثير سيء، نها احنا بنسمي يعني موت، درجه ثالثه او رابعه، انه بيمشي بيضيق نفسه على اي شيء، فهدول وقتها ممكن يمشي ملحم. يعني انا بسال المرضى صراحه، انا مره ثانيه ما عندي طبيب قلبيه، بس يعني لما بيجيني المريض بده يقيم قديش النيه تبعه، انا بساله قد بكتبه بعد الحمام اللي هو قاعد ببيته بيصير معه اعراض، ولا انا غلطان؟ بيصير شو صحيح ضيق يعني نفس، انه ما له قدره يعني ايه قومي على الحمام حتكون حياته، عنده جهد، سبحان الله. يعني تكون يعني نوعيه نعم الحياه سيئه ما في لهالدرجه نوع، انه لا يقوم على الحمام، ما بدي اقول يروح على المتجر القريب، بده يقوم على الحمام بيعاني من شور من ضيقه نفس، مثلا اجريه صحيح مثلا، مثلا صحيح مثل ما قلت انت ما في قصور، نوع، ما في ينام يعني، فبالليل صحيح بيقول لك بقضي الليله قاعد على الكرسي انا، صحيح انه عنده صحيح هي الزله الانتيابيه الليليه والزلة الاضطجاعية، يعني ما حياته. لسه في خط أخير اللي هي في الحالات هي اللي هو الإلبادز، اللي هي إنه عبارة عن مكنة بتقوم بعملية بالوظيفة اللي بيقوم فيها القلب، اللي هي ضخ بيضخوا الدم. دم للأيورتا تمام، أظن، بياخذوه من الفنتركل للأيورتا، صحيح؟ تماما، فهي تماما اكيد بتجي مع بتجي وبتجي مع مشاكلها، يعني انت عم تحكي عن واحد بس هي عايش ما أنا علاج الكتروني. نهائي، هذا بريدج، هذه مثل جسر بيسموها للزراعة، هي ولا في أنا لها غلطان؟ نوعين، في شيء اسمه علاج از ديستنيشن ثيرابي، لانه هي بتحسن الوفيات حتى كديستنيشن ثيرابي، انه ممكن تعيشك مثلا سنتين وهي بمقابل عده شهور بتعيشها. اي ثينك الترايل اسمها ريماتش او هيك شيء،
صح انه از ديستنيشن ثيرابي، يعني انه امبروفز مورتاليتي وهيك. وطبعا اكيد هي بلشت كبريدجينج للترانسبلانت بالهي. طبعا هدول بالمقابل، يعني حتى مع هي، انا بتذكر بزمانه عملنا زرع او اعطينا الفاد لشخص علق على الهاي واي، كانت رح تخلص البطاريه تبع الهي تبعه، يعني انه تبع الالفات تبعه. البيت ما يضحك. فقصدي انه بتجي مع، يعني هي حاله، تخيل انه اضطر انه ينزل من سيارته يتركها يروح على بنايه يقول لهم انه انا بشتغل على شو اسمه البطاريه تبع الهي تبعي رح يعني ولازم لازم اشحن اخلص فورا. كازو. يا انه يعني هذا مضحك الى حد سبحان ما، الله، بس عشان مبكي، البيت ما يعني يضحك. الله الله انه هي يعين المرضى، طبيعه الله يعين المرضى. الحياه اللي عايشينها اللي عايشينها. يا والخطوه النهائيه طبعا، الحل النهائي الجذري خلينا نقول الى حد ما هو الزرع، اذا المريض بينه ينعمل له زرع اذا كواليفايز من كثير نواحي، يعني عندك اجتماعا فكرة عن و... إحصائيات الزرع؟ قديش عدد المرضى اللي هنا بحاجة الزرع، وقديش عدد الأعضاء المتوافرة، وقديش نسبة الزرع عم تصير بأمريكا سنويا؟ لأنه أنا قلت لك والله ما عندي، أنا ما عندي بالنسبة للكلية اللي هي نقدر. متوافرة، مثل ما قلت، من أصل 500 ألف عم يزرع 25 ألف سنويا. فأنتوا أظن النسبة أقل بكثير عندكم، يعني ديسكريبنسي أو عدم توافق أقل بكثير عندكم، لأنه القلب، لأنه أنت القلب حتاخذه من مريض واحد، أنت في كليتين وفي قلب واحد، صح ولا أنا غلطان؟ يا اي اجري. والقلب شوي وضعه شوي اصعب من يمكن من الكليه والهي، لانه العدد بظن يعني انه ما بين 2000 وخلينا اقول 4000 بالسنه بكل امريكا، ما تمام بين 2000 تمام و4000 او هيك شيء. تمام تمام طيب بنتقل لأخينا محمد، نفس السؤال عن نوعية الحياة اللي بيعيشوها مرضى تشمع الكبد النهائي، اللي هن وصلوا لمرحلة التشمع وللأسف ما في خيار زراعة لإلهم. شو كيف إنك توصف لنا إياها من تجربتك؟ وأنا بقول لك من تجربتي كمان، لأني اشتغلت طبيب عناية وشايف هدول المرضى، نفس الكلام، مرضى القصور شايف بعيني. تمام. هلا خليني اوضح كم شغله يعني مهد للموضوع. اول شغله، مرضى تشمع الكبد، الاسباب الرئيسيه لتشمع الكبد، وهذا موضوع مهم كثير، اول شيء هو الكحول، اثنين هو التهاب الكبد الفيروسي بي، التهاب الكبد الفيروسي سي، والسبب الرابع هو ناش او التهاب الكبد اللي هو غير الكحولي، تشحم. اللي هو سببه التشحم يعني، او زياده الشحوم، واللي هو هذا يعني خلينا نقول مصطلح عامي، لانه المصطلح لانه هو كله بيصير فيه تشحم، يعني حتى الكحول بيصير فيه تشحم يعني، ولكن خلينا نقول هو سببه بين اللي قوسين، هو عشان بس بدي اقاطعك محمد، بس للزملاء اللي عم يتابعوا، ربما كانه تغير اسمه مؤخرا الناش او النافلد، صار له اسم جديد. النافلد صار اسمه مافلد، اللي تمام، هو عم الميتابوليك، اللي هو الميتابوليك غيروا شوي الاسم. ديزيز اسوشيتد ليفر ديزيز، فصار اسمه مافلد. بس نحن عم نتكلم على الناش اللي هو نون الكوهوليك ستياتو هيباتيتس. فالناش اللي هو التهاب الكبد غير الكحولي، اللي خلينا نسميه اللي هو سببه اسبابه استقلابيه، هذا هو السبب الرابع. هلا هدول الاسباب الاربعه مو هي الوحيده، في اسباب كثيره لتشمع الكبد. تشمع في الكبد الامراض هو المتوطنه، بس مشان عفوا، يعني بمصر مثلا البلهارسيا اظن موجود متوطن، ربما يكون هذا سبب متعلق بالبلد نفسه، يعني في مانو عام بكل العالم، صحيح ولا انا غلطان؟ ربما يكون هي تمام، بسموها يعني امراض ممكن متوطنه يكون او في، كذا. هلا ممكن مثلا يكون في ادويه، مثلا في بعض الادويه بتسبب تشمع الكبد، في بعض احيانا الامراض الاوتو اميون المناعيه الذاتيه، هي كلها هي بتسبب تشمع الكبد. خلينا نركز على هاي الاسباب الاربعه. فخلينا نحكي على مريض تشمع الكبد. مريض تشمع الكبد لما بيوصل لمرحله تشمع الكبد اللي هو بيصير عنده المريض تليف كبد بشكل كامل، هذا المريض بنقسمهم بعدين لنوعين. في يعني عندنا النوع الأول اللي هو التشمع الكبد المعوض اللي هو compensated cirrhosis، وفي عندنا decompensated cirrhosis اللي هو غير المعوض. مرضى اللي عنده تشمع كبد معوض، هدول المرضى بيعيشوا 12 سنة و15 سنة و20 سنة. هدول المرضى طالما عندهم الكبد معوض، يعني لسه في عندهم بعض الخلايا اللي موجودة بالكبد التي لا تزال تعمل، وممكن انه تخلي المريض يعيش حياة طبيعية. فهذول المرضى نحن بنحاول، هدفنا الرئيسي مع مرضى تشمع الكبد المعوض ان نكتشف شو هو سبب تشمع الكبد ونحاول نعالج هذا السبب. فاذا كان السبب هو التهاب الكبد بي بنعالجه، اذا كان التهاب الكبد سي بنعالجه، اذا كان الكحول بنوقف الكحول، اذا كان السبب هو ناش اللي هو غير الكحولي فنحاول نعالج الديابيتس، السكري، نعالج الوزن ارتفاع الشحوم. وبالتالي هدول المرضى
أغلبهم بيعيشوا حياة طبيعية إلى حد ما، وبيعيشوا لمدة طويلة جدا. هلا نحن وين اللي بيصير، اللي هو يمكن تركيز الحلقة، هو على تشمع الكبد غير المعوض، اللي هو بيوصل لمرحلة أنه الكبد لا يمكن أن يستمر بالعمل بالشكل الطبيعي. فبهالمرحلة ببلش المريض بيدخل بالديكومبنسيتد سيروسز الغير المعوض، وتبلش الاختلاطات. فهون الاختلاطات اللي هي أول شيء نفكر فيه هو الحبن، اللي هو وجود سوائل السوائل في البطن، في البطن. الأسايتيس. هذا وجود السوائل في البطن بيخفض المورتاليتي، السرفايفل ريت، يعني إمكانية إنه يعيش الواحد لمدة 5 سنين هي 30% فقط. وهي ممكن توصل لبعض المرضى، في 5 إلى 10% من هدول المرضى ممكن يوصلوا لمرحلة شيء اسمه refractory ascites. refractory ascites اللي هو الحبن أو السوائل بالبطن اللي لا يمكن معالجتها لا بالأدوية ولا بإمكانية المعالجة عن طريق البزل التبس أو غيره. خلينا نقول البزل، يعني هو عبارة عن علاج توظيفي، ولكن خطأ في عندنا التبس اللي هو الشنط اللي بنحطه بالكبد. هدول المرضى المورتاليتي تبعهم هي 50%، 50% خلال 6 شهور إذا وصلوا لمرحلة الريفراكتوري اللي هو المعند. بنيجي على اختلاط ثاني قريب من الحبن اللي هو قبل ما تنتقل لو سمحت، الموضوع لو صار فيه حبن، انت هدول المرضى شو لازم يعملوا غير الموضوع العلاجات اللي بنحاول معهم بالمدرات وبالكذا؟ لازم يروح على المشفى كل اسبوع احيانا واسبوعين ويسحبوا لترين وثلاثه وخمسه، ومره بينزل ضغطه ومره بيطلع ضغطه، مظبوط كلامي؟ لازم تماما. تعطيهم هلا البومين، واحيانا بينزل ضغطه بيصير معه قصور كلي، احيانا بيضطر ينام بالمشفى ليله. فهدول المرضى نوع بالذات الحبن اللي عم تحكي عنه بيصير نوعية الحياة بشكل سيء صراحة، وأحيانا بيصير التهابات بسبب الحقن لأنك عم تدخل إبرة، صحيح كلامي؟ تماما. هلا بالنسبه للحبن بالتحديد، هو بيغير من نمط الحياه، يعني نمط حياه المريض بتتغير. لذلك نحن بنحاول نعالجه المعالجه الدوائيه، ونحاول نتابع المريض. ولكن لما نوصل لمرحله المعند، هذا المريض اللي بيحتاج الى البزل اللي هو اللارج فوليوم باراسنتيسيس، لما نوصل لمرحله اللارج فوليوم باراسنتيسيس، هي المرحله بتصير الامور اسوء واسوء، لانه بيصير مثلا كل اسبوع او كل اسبوعين ممكن بيحتاج انه يجي على العياده او بيجي مشفى لحتى الواحد يعمل له بزل. هلا اذا وصل لمرحله المعند، فالمورتاليتي تبعه الاماته بتوصل ل 50% خلال 6 اشهر. هدول المرضى كمان اذا دخلوا على المشفى وصار عندهم انتان بالحبن، يعني اللي هو السبونتينيوس باكتيريال بيريتونايتس، المورتاليتي بتوصل ل 67% منهم. هدول المرضى ممكن يموتوا. هلا اذا دخل المريض هذا اللي عنده تشمع كبد الى المشفى وفي عنده اذيه كلويه، فممكن قد تصل الوفيات الى 50%. بترينا ممكن اذا دخل المريض بنزف بسبب الفاريسيال بليد اللي هو الاورده الموجوده بالمري، فهذا الفاريسيال بليد اذا صار عنده نزف ممكن يصل الوفيات الى 30%. هلا حاليا نحن عم نعمل تنظير وعم نحاول نقدر نوقف النزف، فانخفضت الوفيات إلى 15% 20% طيب، بس خلال موضوع النزف انا بقول لك من تجربتي او من خبرتي من هدول المرضى، انه هدول كل فتره وفتره بيجي عندك عم يبق دم حقيقه، تطلب طبيب الهضميه بيدخل بيربط وبيخثر وكذا، بس بالنهايه المشكله الاساسيه ما تحلت، صح ولا انا غلطان؟ يعني بيجي خلال 6 شهور عد له كم مره دخل على المشفى بمشكله نزف ونقل دم وكذا، ربما شهريا مره او مرتين احيانا. تماما. هلا الشغله الثانيه هي عباره عن الهباتوسيلولار كارسينوما، اللي هو يعني سرطان سرطان الكبد، اللي هو قد يصل يعني ثلث المرضى يكونوا معرضين انه يصير عندهم سرطان بالكبد. واحيانا اذا اكتشفناه بشكل مبكر ممكن السرفايفل، ممكن انه يعيش المريض 5 سنوات، تصل الى 70% اذا اكتشفناه بمراحله الاولى اللي هو اقل من 2 سم. هلا اخر اختلاط من الاختلاطات المهمه كمان بموضوع تشمع الكبد هو الهيباتيك انسفالوباثي، اللي هو التخليط الذهني بسبب قصور الكبد، اللي هو بيصير تقريبا عن 30 الى 40% من هدول المرضى. وهدول المرضى اذا دخلوا على المشفى في عندهم مورتاليتي قد تصل الى 15%. انا عم بحكي عن موضوع الاختلاطات ليش؟ لانه حاول انا
يعني ارسم الصوره للي عم يسمعنا، انه نحن هي الاختلاطات كلياتها، هي لما بيصير عنده واحد تشمع كبد غير معوض كلياتها مرتبطه بوفيات اكبر. طيب نحن هذا المريض لما بيبلش يصير عنده تشمع غير معوض، هي المرحلة لما يبلش عنده تشمع غير معوض، يعني صار عنده أسايتيز، صار عنده تخليط ذهني، صار عنده أذية كلوية، هي المرحلة لازم نفكر فيها. هون نقطة تحول، هل هذا المريض قابل أن يحصل على زرع كبد أم لا؟ هي نقطة جدا مهمة، هون نبلش نفكر فيها. نحن ما راح نفكر بالموضوع هلا زراعة الكبد، خلينا نقول هذا المريض لا يمكن زراعة الكبد إما لأنه غير متوفر أو لسبب آخر، ولكن خلينا نحكي على انه زراعة الكبد غير متوفرة. طيب شو انا بدي اعمل له لهذا المريض؟ كيف بدي احسن له حياته؟ شو هي الشغلات اللي لازم، how can I approach this patient? What should I do? شو لازم اعمل له لحتى نوصله ل خلينا نقول نهاية المطاف بافضل طريقة ممكنة وافضل وسيلة ممكنة، لانه هدول المرضى مثل ما حكينا عندهم نسبة وفيات كبيرة، وفي بعضهم مثلا وفياتهم خلال 6 أشهر 50% و70% و80%، إذا صار عندهم مثل الهيباتورينال سيندروم اللي هي المتلازمة الكبدية الكلوية، هدول ممكن توصل ل 80% إذا ما عملت لهم أنا زرع كبد. فأنا شو لازم أعمل لهم؟ هي الخطوات الرئيسية اللي لازم نعملها. أول شغلة هدول المرضى لازم نفكر فيها، كل هدول المرضى لازم نقدم لهم palliative care، لازم نقدم لهم العلاج التلطيفي بالإضافة للعلاج الخاص بالأمراض الاختلاطات الكبد. العلاج بين التلطيفي قوسين بس قبل ما تتكمل، العلاجات الخاصه بامراض الكبد حقيقه كنت من شوي عم احكي مع طارق، طب القلب عم يتطور سنويا وتداخلات وعلاجات، وما شاء الله عامل لك الضخ المادي اللي فيه، وفعلا وهذا شيء مفسر لانه القلب هو اكثر الامراض الشائعه. بس للامانه بتخصصنا ربما بالكليه وحتى بالكبد ما في علاجات كثير يعني فعاله، يعني ما في للامانه، الكبد اتخرب ما له حل للاسف يعني، صح ولا انا غلطان؟ معك. ما كثير علاجات انه سنوي، يعني ربما من 20 سنه لو رجعنا لورا، كم دواء دخل جديد على الخط بعلاجات تشمع الكبد مثلا؟ تماما، لا ما في، يعني بالنسبه لتشمع الكبد كمرض تشمع كبد لا يوجد عندنا اي دواء ممكن يرجع تشمع الكبد الى الطبيعي الا او اذا انت يخفف عالجت تماما. السبب. ممكن تمام اذا انت عالجت السبب، اذا عالجت التهاب الكبد بي او سي او عالجت التهاب الكبد المناعي ممكن انه يخفف من التشمع، التخرب الحاصل، صحيح. ولكن نحن ما ممكن نقول لمريض والله عنده تشمع انا اعطيتك هذا الدواء هذا التشمع راح يروح لانه انا عم عالج التشمع. لذلك العلاج التلطيفي لازم يكون يد بيد مع العلاج مع علاج التشمع وعلاج الاختلاطات. لذلك نحن شو لازم نعمل طيب لهذول ما هو المرضى؟ سؤالي دكتور محمد، اجاك مريض على العياده بدي كومبنسيتد ليفر سيروسس، وهو مريضك اصلا، انت طبيب هضميه فانت بتعرفه على مدى اشهر وسنوات سابقه، وصل لهي المرحله وصار حياته جحيم، انه عم يدخل على المشفى كل اسبوع او اسبوعين، فانت كيف انت مقاربتك لهذا المريض وهو قاعد على مكتبك بالعياده وهو بعده صاحي وبعقله وقادر ياخذ قرار، ما وصل لمرحله انه هو غايب عن وعيه مثلا؟ تماما، في عندنا 6 أمور لازم الواحد يفهمها عن كل مريض عنده تشمع كبد. أول شغلة الموضوع الفيزيكال اللي هو الموضوع الفيزيائي اللي هو حركة المريض. حركة اثنين نعم. حركة المريض. اثنين هو السايكولوجيكال النفسي. ثلاثة هو السوشيال الاجتماعي. أربعة هو spiritual يعني الروحي أو الروحاني. الكالتشرال كثير مهم، الكالتشرال الثقافي. الثقافي ثقافته او الباك جراوند تبعه. وفي الايثيكال او الليجل اللي هو القانوني او الاخلاقي. هدول الامور لازم نعرفهم عن المريض، كثير مهم انه نعرف هدول الامور الاساسيه. الشغله الثانيه how to approach a patient، اول شغله لازم الواحد يبلش يسال، انه بسال عن المريض بقول له قد ايه انت بتعرف عن مرضك؟ شو هي الشغلات اللي بدك نحن نحكي فيها عن مرضك؟ فبحاول افهم اول شيء منه انه هو شو بيعرف. هلا كمان شغله كثير مهمه انه نحاول انه يكون المريض معه شخص اخر، لانه لازم يكون في عنده سوشيال سبورت، لازم يكون في عنده حدا من عيلته وحدا من اصدقائه. دائما انا بساله للمريض بقول له انت وين عايش؟ بقول له مين عايش معك بالبيت؟ هذا الشخص اللي عايش معك بالبيت جيبه المره الجايه على العياده، خلينا نحكي كلياتنا مع بعض، نقعد وبنحكي. بيكون قاعد هذا الشخص، خلينا نقول مثلا
المريض مثلا وزوجته مثلا جنبه، تمام؟ لانه المريض انا ممكن احكي له شغله ما بيتقبلها هو فورا، فالمريض فزوجة المريض مثلا ممكن تسمع امور وتحاول تساعدني لعلاج المريض، تحاول ممكن انه هي تساعد المريض كمان، احنا الاثنين بنتساعد لمعالجه المريض انا وزوجه المريض. فبعدين نبلش اشرح، اوكي انت عندك هي المشكله، عندك مثلا تشمع الكبد، بحكي له مرضه بشكل واضح وصريح، وبلش احكي له على شغله مهمه اللي هي احنا اتفقنا انه نحن ما في عندنا يعني زرع كبد. هلا اذا كان في زرع كبد هذا موضوع ثاني، نقاش ثاني، بس نحن عم نحكي على ما في زرع كبد. فبقول له زرع الكبد مو متوفر، لا يمكن اجراء زرع الكبد، خلينا نبلش بالنقاط الجايه. شو لازم نحكي؟ انت في احسن الاحوال اذا التزمت بالدواء واذا التزمت بالعلاج والتزمت بالحميه المطلوبه، لانه هدول كلهم بيلزمون حميه مطلوبه، الاكل، الشرب، قد ايه بياكل، شو نوعية الغذاء اللي لازم ياكله، البروتين كذا. اذا انت اخذت الدواء، تابعت الموضوع، عملنا لك تحاليل بشكل دوري، ففي احسن الاحوال انت امورك راح تتحسن، والكواليتي اوف لايف يعني نوعية حياتك راح تتحسن بشكل كبير. وبنفس الوقت احنا اسوأ الاحيان، في بعض الاحيان ممكن تكون الامور سيئة جدا، ممكن نوصل لمرحلة انه ترى الامور راح تصير سيئة جدا، صح نحن عم نعطيك الادوية وعم تتابع وكذا، ولكن ممكن مع كل هالامور هاي امورك راح تصير سيئة، وراح توصل لايش؟ راح توصل لمرحلة انه انت تدخل على العناية المشددة وممكن تموت. هلا نحن خلينا نكون واقعيين، فنحن بنقول له للمريض واقعيا ومن خبرتنا اغلب المرضى اللي بيتابعوا معنا امورهم ماشية حالها، ما راح يعني ما بنتوقع نحن انه راح تكون الامور ورديه وتكون الامور سهله وبسيطه، لا الامور صعبه، بدها متابعه، بدك تيجي على العياده، بدنا نحاول نبعدك عن المشفى قدر الامكان مشان ما يصير عندك انتانات، وتحاول تهتم بصحتك بالبيت وتهتم باكلك وتهتم بحياتك والمواضيع السبيريتشوال اللي هي روحانيه والمواضيع الثقافيه. فنحاول نحن وبنبلش نفهم من المريض انت شو هي الشغلات المهمه. في شغله كثير مهمه يمكن كثير عالم ما بيسالوا عنها، نحن بنشوف المريض بالعياده، نحن بنشوف المريض ونشوف مرضه، بس نحن ما عم نشوف المريض برات العياده. هذا الشخص برات العياده شو وضعه؟ فانا بساله بقول له انت شو بتشتغل؟ شو بتعمل؟ بيقول لي شوف، بيقول لي انا قبل كل هذا انا زلمه محاسب، بشتغل يوميا 5 ايام بالاسبوع، بروح مثلا على شغلي، برجع عندي عيلة، عندي مرة، عندي أولاد، بروح مثلا بلعب تنس، بروح مثلا بعمل كذا. فبلش أنا بفهم إنه هذا المريض مين هو، ما عم ركز بس أنا على المرض وعلى هذا المريض اللي قاعد عندي بالعيادة، هذا المريض بدي أعرف أنا هو شو عم يعمل برا، لأنه هاي أيه الشغلة أخي محمد، بس تعليقا على كلامك، المرضى عادة وجهة نظرهم للمرض أو الشيء اللي بيهمهم حياة المختلف تماما عن وجهة نظر الطبيب. يعني الطبيب بيطلع الآثار الجانبية، بيطلع المورتاليتي على الفائدة والضرر اللي هو مكتوب بالكتب، بس في كثير شغلات ما مكتوبة بالكتب حقيقة. اللي بيهتموا فيه المرضى مختلف تماما، وهي ربما باسل يقلنا هالكلام، ما رأوا مختلف تماما، بس يعني انت بيقول لك عم تحكي بمورتاليتي وعم تحكي بس المريض بيربما يهمه انه مثل ما قال بده يلعب تنس. يعني نحن هي صحيح بكل الكتب ما موجودة انه انا بدي العب تماما. تنس بعد الظهر مثلا. مشان هيك دور الطبيب هو اعلام المريض انه نحن شو بنشوف على المرضى الاخرين، شو متوقعين انه انت تصير معك، ولكن تحديد الكواليتي اوف لايف هي بتيجي من عند المريض وليس من عند الطبيب، هو بيقرر اذا هي الحياة مناسبة له وجيدة له ولا لا. ما هو هذا كان سؤالي لك اخينا، بس سبحان الله جاوبت عليه. اللي هلا حكى اخينا طارق واخينا محمد حكوا عن نوعيه الحياه عند هدول المرضى، فنحن بهالحاله دائما النقاش الاخلاقي دائما هو ما في جواب واضح له صراحه، لانه هو كيس باي كيس، حاله لحاله، هو الكواليتي فيرسس الكوانتيتي، انك تمد بعمر المريض مع نوعيه حياه سيئه، او انك تحسن له نوعيه حياته مع انه نحن متوقع انه هذا يقصر من عمره. فشو هو التكييف الاخلاقي لها؟ دائما ربما ما في جواب تمام. واضح، بس انا حابب اني اسمع منك صراحة مره ثانيه. صراحة مثل ما قلت ما في جواب واضح، وكل حالة لها خصوصيتها، ولكن بشكل عام هذا ليس قرار الطبيب، هذا قرار المريض. أنت بتعطيه المعلومات هو بيقرر. هلا في حالات واضحة جدا، مثلا لا إذا مريض على المنفسة، إذا مريض يعني غايب عن وعيه، ونحن عارفين إنه مهما طولت له حياته ما في معنى للحياة، غير قادر على التواصل أو غير قادر على شيء، وعادة بيكون إبقائهم على الحياة هو لسبب ديني أو لسبب إنه العائلة حابين يخلوه، وقتها بنقول انه يعني هذا الاكستريم يعني.
ولكن في غالبية الأحيان حتى وإن كان المريض شايف إنه هو مضطر يجي يغسل مرتين أو ثلاثة بالأسبوع، أو بده هو يصير يعني بيد ريدن، إنه هو خلص بضل قاعد بالتخت تبعه، هو ما عم يحسن يعمل شيء ولا يتواصل، فقط يتفرج على التلفزيون. إذا هو شايف هذا الشيء جيد، هذا إله، نحن ما بنتدخل، تدخلنا فيه بصير نوع من نوع سلب القرار منه صراحة. هون نحن وقتها نوقف بنقول للطبيب أو الفريق الطبي المعالج، رجاء نرجع ركز على إعطاء المعلومات والتعامل مع المريض كشريك وليس كوصي. تمام، جميل. هلا بدي هون الحين انا اتفضل بدي، انا محمد. بس بدي اكمل الفكره، انه هذا المريض لما وصل لهالمرحله وحاولت انا اساله عن نوعيه حياته، هون النقطه اللي ببلش مفترق الطرق. ببلش المريض مثلا بيقول انا مثلا نوعيه حياتي اللي حابب انا اركز عليها حاليا، انا بهمني اني مثلا اكون دائما مثلا اتخلص من هذا موضوع السوائل اللي ببطني، هذا هو هدفي الرئيسي. او مثلا ممكن يكون انا هدفي الرئيسي انه ما ادخل على المشفى. فبلش هون نبلش ندخل بهذا النقاش، انه نحن قد ايه ممكن نحن نعمل لهذا المريض لحتى نحقق له هاي دور الامور. هلا الشغله الاخيره اللي هي موضوع الهوسبيس كير، هذا موضوع الهوسبيس كير اذا بدك تخليه للسؤال خلينا اللي ننتقل بعده، عليها بعدين اخي محمد، ممكن يعني حاجة احكي حسألك عنه عنها، بس هذا انتقل بالاخير. لطارق اول وبعدين ننتقل للهوسبس كير. اخينا طارق، المرضى اللي هن اللي هلا سمعنا من دكتور محمد عن موضوع تشبع الكبد النهائي وشو هي نوعية الحياة، وسمعنا منك عن موضوع قصور القلب النهائي ونوعية الحياة. لما بيوصل مريضك اللي هو مريض قصور القلب لمرحلة انه انت قدمت له كل العلاجات المتوفرة، وما شاء الله مثل ما اي على الخشب علاجاتكم ما شاء الله ما في اكثر منها، وصلت لكل الامكانات، وطبعا هذا الشيء محدود من دولة لدولة ومن مكان لمكان، ووصل لمريضك انه هو ما انه مناسب لزرع، استشرته مركز الزرع مثلا وما مناسب لزرع القلب. فانت هون شو هي الخطوه التاليه؟ انت المريض بعياده عندك بدك تشرح له، هلا انت مثلا بتوقع الدي ان ار مثلا او بتقنعه بالدي ان ار انه هو لو توقف قلبه وهذا الشيء حيصير لاحقا عاجلا ام اجلا، انه تقنعه الانعاش التعرض عليه، والمنفسه عفوا تقنعه ولا تعرض عليه؟ تعرض عليه مش تقنعه، انه انت بدك تناقش هذا الموضوع، لازم يتناقش. فتفضل اخينا طارق لو نسمع منك بهذا المراحل اللي هي مراحل مؤسفه حقيقه، بس نحن كاطباء مضطرين نتعامل معها لانه نحن الخط الاول بهذا الموضوع. يا أنا بظن برأيي الشخصي إنه هذا لب، يعني لب الحلقة هو هالكلام هذا، والله أعلم. إنه الموضوع الأصعب هو إنه مريض، أنت في خليني أحلله السيناريوهين. السيناريو الأول إنه مريض أنت عم تشوفه بمشفى ومريض عم تشوفه بعيادة. المريض عم تشوفه بمشفى، أنت عم شايف إنه في بالآخر سنة فايت على المشفى 13 مرة، صحيح. كل اسبوعين بالمشفى، وانت اليوم دورك تاخذ يعني تعتني فيه. هذا مريض لا بيعرفك، بجوز لا بتعرفه من قبل، ومضطر انك تتعامل معه وتفهمه انه هذا الكلام، يعني انه يبدو انه ما عاد في خيارات عندك، وبدنا يعني نحكي بشكل جدي عن انه لوين راح اروح going forward يعني. وفي المريض اللي عندك بالعياده، المقاربة أو الشغلتين الأساسيتين اللي أنا يعني، أو خلينا أقول ثلاث شغلات الأساسية اللي بهدول المرضى يعني بحطها ببالي، هي رقم واحد، يعني لازم بشكل أو بآخر إنه يثق فيك. يعني ما بيمشي الحال إنك تجي أنت مهما كان، ومهما يعني مهما كنت تفكر حالك فلتة عصرك وزمانك، وهي المريض أحيانا من كلمة بينقز يعني، ويقول لك هذا الزلمة بس بده يخلص مني وبس بده هيك. So you have to gain their trust. لازم إنه يثق فيك. فهي القاعدة برأيي رقم واحد. رقم اثنين، لازم ما يتشوش ولا بأي شكل. أسلوب كلامك معه لازم يكون كثير واضح، وما فيه ان شاء الله والمعجزات ممكن تصير ومدري شو، كل ما ترمي له أمل كاذب. variables اكثر، انه هي ايوه، انه مو امل كاذب. هو احنا احيانا، انا راح احكي عن مرضى العرب اللي احيانا بشوفهم بالمشفى او بالهي، يعني هيش كلمه انه يعني انه والله ما في شيء 100% ان شاء الله، ان الله على كل شيء قدير. هي عنا اياها بالكلتشر يعني وبالهي، بس هي بتشوش المريض كثير. يعني هذا المريض ما عم يفهم عليك، انت عم تعطيه امل، عم تقول له انه يا في امل انه هي، ولا انه انت بجوز بذهنك انه انت انه احتمال انك هي 99% احتمال الموت او هي.
يعني هو بجوز الإشارة اللي عم يلتقطها هي إنه في 1% إن شاء الله معناته هي، وإن الله في على كل الاطار، شيء بس قدير، هذول راح الكومبينيشن. اقاطعك، بس هي كلمه لا اللي عم تتكرر بكل جلسه عم نسمعها، هي بس انه مرض لا يرجى برؤه، هي كلمه فقهيه لا يرجى برؤه، انه انت ما فينك تحكي 100%، بس يعني الغالب انه هذا ما حيشفى. سبحان الله، هاي هي الكلمه عم تتكرر كل مره بكل جلسه عم نقولها صراحه. تماما. وفيني اعطيك يعني وجهه نظري بهي لا يرجع برؤى، شلون انا بناقشها وقت هي. الموضوع الثالث هي انه المقاربه لازم تكون مالتي ديسبلينري، ما بعرف شو الترجمه تبعها، بس يعني انه متعدده ال ايوه انه متعدد الفرنسات ممكن. الفريق، المتعدد الأطباء، أو خليني أقول متعدد تماما الاختصاصات، تعدد الاختصاصات حقيقة. أنا تماما تماما. تقعد مع مثلا جماعه المعالجه التلطيفيه، انا برايي قبل ما تحكي مع اي مريض بهالموضوع هذا اطلب خبره المعالجه جماعه المعالجه التلطيفيه، تقعد معهم بتقول لهم انا هيك هيك بحالي، انا ما بظن انه هي، احيانا هن بيساعدوك انه شو الشغلات اللي لازم تحكيها بحيث انه تكون واضحه للمريض، احيانا حتى ممكن يحكوا مع المريض بوجودك، يعني انه تروح طبعا، بس بين تحكي قوسين، بس معهم هم عم يتعاملوا كفريق. بسوريا في تخصص كامل اسمه علاج التلطيفي لهدول النوعيه من المرضى. في اطباء بيدرسوا سنتين فيلوشيب بعد الميديسن او تخصص ثاني، وبيتعاملوا مع هدول الحالات، وبيكونوا متخصصين بالتعامل مع هي الحالات. يعني هي الفريق المعالج التلطيفي بالي تفكير. نعم. فرجوعا للنقطة رقم واحد اللي هي انه شلون بده يثق فيك المريض؟ بده يثق انه انت عم تعمل الشيء عم تنصحه، ما عم انه والله تعبوا منك، وبيكون قبلك في حدا عم يقول له انه والله انت مثلا انه احيانا بيقولوا له انه معك اسبوع، في للاسف دكاترة هيك، يعني انه المفروض من سنة قايلين له انه يو هاف فيو مانثس، وبيجي بيقول لك بس انا ليكني صار لي هيك سنة عايش. ونص وما صار لي شيء، يعني انه هي this is when the trust is breached، يعني انه هو فقد الثقة بالفريق اللي عم ياخذ باله منه. هي شغلة كثير كبيرة، لانه you have to gain the trust back، you have to convince him، او يعني انه تثق تخليه يثق انه انت الشيء اللي عم تعمله فهمان شو عم تعمل بدون ما هي. فهي النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي أنا يعني حكينا فيها اللي هي مرض لا يرجى برؤه، أنا بالعادة لأنه السؤال دائما إنه هاي 100% دكتور، أنا ما بجاوب إنه هاي 100%، بس الأسلوب اللي بتعامل فيه مع الجواب هو إنه أنا مثلا صار لي 10 سنين طبيب قلبية، شفت تقديري إنه شفت مثلا ما بين 500 ل 1000 مريض وضعهم هذا مثل مرض، وضعك، ولا واحد من بيناتهم يعني عاش تمام. بالشكل اللي هاي اكثر من الفتره الفلانيه. هذا لا يعني انك مستحيل تعيش، بس انا عم بعطيك احصائيات، يعني انه ما شفت حدا، ما في حدا هي من تجربتي الشخصيه خلينا نقول، او بقول له 1% او 2%، يعني شو حسب شو الشيء اللي عم نناقشه يعني. طبعا طبعا، بس تعليق على النقطة، يعني سمعت تعليق من أحد الضيوف غير طبيب، إنه في بعض الأطباء، وربما هذا الحكي يعني وايد موجود، ربما نسمع محمد من باسة، إنه بيقول له للمريض معك 5 سنين، معك سنتين، ما في طبيب يعني، لو قالها بعض الأطباء فهو مخطئ تماما، أو إنه المريض فهمه غلط. يعني ما أنت عم بتقول أحيانا، على فكرة حتى كلامك اللي عم تحكيه طارق، المرضى بيتقبلوه بيتلقوه بشكل مختلف، يعني بيفهموا منك إنه أنت عم تقول له حتموت أكيد، رغم انه انت وضحت كل هالكلام، بس سبحان الله المرضى بيفهموا احيانا غير اللي بنحكيه. مزبوط يا طارق؟ تمام. فانا معك بفكره الهي رجوعا لنفس الفكره، انه هي رقم واحد ورقم اثنين كثير قراب والله اعلم لبعض، يعني رغم انه بينوا فكرتين مختلفتين بس هن نفس الفكره. هي الفكره انك هذا الشخص اللي عم تحكي معه لازم تكون وصلت لحتى تقول له انه والله مثلا انه نحن حاولنا 1 2 3 10 بالوضع اللي مثل وضعك هيك باخر مثلا كذا سنه، امل انه يشفى. هي هو تقريبا كان بتجربتنا صفر، وقت تعطيه انه خيال انه هذا الكلام صفر بالتجربه اللي لما في عندنا مريض مثلا نفى، بالمشفى او الهي، مريض نفى. انه خلاص يعني وقتها بيثق. لانه مره ثانيه هلا هي على باك جراوند، اذا بتحكي نفس الحكي على باك جراوند انه انت حاسك المريض انك بس بدك تخلص منه يعني، وطلعه من المشفى وتخرجه وروح موت بين اهلك، يعني اذا منت هي يعني المرضى كثير حساسين صحيح. لهالموضوع، تختلف كثير عن مريض يعني بيعرفه وبيعرف ان انت عم تنصحه، بالعكس يعني انت اللي عم تقاتل، انت اللي عم تقول له لا خلينا نجرب الشغله الفلانيه، خلينا نجرب الشغله العلانيه، بعدين بتيجي لعنده بتقول له انه والله جربنا كل شيء، يعني انا من تجربتي الشخصيه انه ما عاد في شيء ثاني ممكن نجربه.
فقصدي الرساله لازم تكون كثير ديركت، ما في تشويش نهائيا، ما في انه اذا بدك روح شوف بالمحل الفلاني بهارفارد ممكن يعملوا هيك، اذا بهارفارد ممكن يعملوا هيك وانت برايك انه هي خيار له، معناته روح اتصل بهارفارد مثلا واحكي معهم وارينج فور ترانسفير. لا تعطي المريض حرام، يعني لا تعطيه فولس هوب. جميل جدا. هو وهي باسل كانت باسل نقطة يعلق بس باسل اعطيني بس كل لحظه ما تحكي تعليقك. حكيت طارق ربما نفس المعلومه بتقلها المريض لما بتنقلها بطريقه توضح له انه انت بيصفه، غير لما بتحكي له اياها ويفهم منك انه انت بس بدك تخلص منه. هذه هي الكوميونيكيشن سكيلز، هي مهارات التواصل، اللي هو جزء لازم يكون من تدريب كل طبيب حقيقه للتواصل مع غيره من المرضى، خاصه بهي الحالات الصعبه. وهي شغلات بيتدرب عليها الواحد تدريب، يعني ما هي بتجي مع بتخلق مع الواحد انه هو بيعرف يحكي او ما بيعرف يحكي. بس انت ربما تخصصك هذا المجال، مظبوط؟ نعم، ولكن نعم الخطاب هو أحد الأشياء اللي احنا بساعد فيها أن ندرب الأطباء يعملوا. ولكن تصديقا لكلامك دكتور طارق، أنا دائما بحس أنه لما المريض تعرض عليه خيار رؤية شخص آخر، فأنت بتكون عم تفرجيه الوجه الواقعي للموضوع، أنه أنت بإمكانك تروح على مستشفى آخر، أنا ممكن ساعدك بهذا الشيء، ولكن من تجربتنا صراحة النتائج رح تكون نفسها، ولكن عم بعرض عليك الخيار. مثل ما قلت، إذا أنت بتعرف أنه في مستشفى آخر عنده قدرة أو إمكانية أكبر على علاجه، فهذا الشيء يعني هذا خيار واضح أنت لازم تقول له إياه. وهو وقتها بيرجع عندنا مبدأ العدالة، إنه يا ترى هل المريض قادر إنه يعمل هذا الشيء؟ لأنه هلا مثلا أنت بشيكاغو قلت له روح على هارفارد مثلا، هي سفرة يمكن ما يكون عنده الإمكانيات، يمكن ما يكون عنده أي شيء. فحتى حتى هذا الخيار أحيانا ممكن يؤدي لأذى، إنه تقول له إياه وهو عرفان إنه مثلا هو ما عنده هاي القدرة، التأمين طبعا ما بيغطي له عبر الولايات، ممكن فقط هالسفرة كلياتها تؤدي له، من تؤدي انه تعذيب هو إضافي. مثلا تماما فتعذيب اضافي. فحتى هي بتتم بكل حذر. ولكن دكتور طارق شكرا كثير انه انت شاركت الطريقة اللي انت بتحكي فيها مع المرضى، لانه بعتقد يعني هي طريقة ممتازة جدا صراحة وداعمة للمريض، يعني بتحسسه انه هو صاحب القرار، بنفس الوقت هو well informed، هو اخذ المعلومات كاملة مشان يحسن ياخذ هذا القرار. جميل. نحن هلا مرقنا الساعة حقيقة، ووقتكم ما أظن وقتكم بيسمح لكم تستمروا معنا أكثر، فأنا بدي آخذ كلمة نهائية بقى. دكتور محمد ابدأ معك تعليق على مجمل الحلقة، وشو هي نصائحك لزملائنا بسوريا؟ الحلقة موجهة للأطباء بسوريا بهي الموضوع، الحلقة اللي هو الفيوتايل كير بالهيباتولوجي وبالكارديولوجي. تماما، الله يعطيك العافية. هلا ملخص بسيط، المريض اللي عنده تشمع كبد، إذا بلش عنده تشمع كبد غير معوض، بلش فكر هل هو قابل لأنه يحصل على زرع كبد ولا لا. إذا كان زرع الكبد غير موجود وغير متوفر أو غير ممكن، هدول المرضى بدك تبلش تشتغل معهم على الأمور اللي حكينا عنها، اللي هي الموضوع الاجتماعي والموضوع الروحي والموضوع الثقافي. هذول الأمور الأساسية، كثير مهم نفكر بمواضيع مهمة كمان. موضوع الادفانسد دايركتيف، يعني في حال المريض دخل على المشفى وما عاد يقدر يعطي قرار، مين من أهله ممكن ياخذ هذا القرار؟ خليه يعمل وصيته، خليه يروح يجهز وصيته، خليه يكون عنده شخص معه دائما، ممكن يكون زوجته، ممكن تكون ابنه، هذا الشخص هو اللي بياخده وبيرجعه على العيادة، يكون في شخص بتقدروا تتواصلوا معه، مو بس مع المريض فقط، وإنما مين من أهله، لأنه هذا المريض راح يصير عنده تخليط ذهني، راح يوصل لمرحلة ما عم يعرف شو عم بيصير، ما بيعرف إنه دخل المشفى ولا طلع ولا لا. كثير مهم لازم تعملوا هذا الشيء، وكثير مهم إنه تعرفوا من المريض شو هي الشغلات اللي يعني بده اياها والشغلات اللي ما بده اياها. يعني ممكن يقول لك المريض انا مثلا ما بدي مثلا اخذ شنط اعمل للكبد مثلا شنط، ما بدي مثلا والله اخذ هذا دواء المدرات البوليه مثلا، ما عاد بدي يحطوا لي مثلا انبوب مثلا بالبطن مشان نسحب السوائل بشكل مستمر. هون انت بتبلش تفكر هل هو هذا المريض هوسبيس ولا مانو هوسبيس. هوسبيس اللي هو غير العلاج التلطيفي، الهوسبيس هو بتوقف العلاج وانما بتعالج الاعراض فقط وتركز على المعالجه للاعراض فقط وليس معالجه المرض نفسه، وتحاول انه تقدم لهذا المريض اي شيء بيستمتع فيه، يعني ما عاد تجبره انه لازم ياكل شيء معين، لازم ياخذ دواء معين. وبعطي مثال اخير، موضوع انه الواحد ما بيعرف، في مريضه
اجت لعنا ما عاد اشم كبد، وصار عنده سوائل بالبطن، وعم تعمل بزل كل يومين ثلاثه، وصلنا انه عم نعمل له بزل ودخلت بقصور كليه، وحطينا لها قسطره بوليه لحتى نشوف انه شوفي بيطلع من عنده يعني خروج البول، ولكن للاسف صارت الامور أسوأ وأسوأ، وصلنا لمرحله انه بدنا نعملها هوسبيس اللي هي المرحله النهائيه. حطينا له البزل، حطينا له البزل بالبطن اللي هو الانبوب، ونعمل له سحب بشكل مستمر، وبنفس الوقت تركنا القسطره. راحت المريضه لعند بيتها، وظلت فترة عايشة، ولكن عايشة مرتاحة ببيتها أحسن ما تظل عايشة المشفى بالمشفى. صحيح فراحت قعدت وطولت، يعني نحن كنا متوقعين انه ممكن مثلا بتموت خلال اسبوع اسبوعين، طولت لشهر شهرين ثلاثة. هلا هي بالاخير ماتت، مو انه ما ماتت يعني، ولكن هي تركيز على نوعية الحياة احيانا بيطول عمر المريض اكثر من صحيح الأدوية اللي بنعطيها للمريض. إذا ركزنا على نوعية الحياة، الأعراض اللي إذا عنده ضيق نفس، إذا عنده ألم ببطنه، عنده حكة، خصوصا المرضى اللي عنده تشمه عندهم حكة أحيانا، هدول الأعراض إذا عالجناهم يمكن المريض يرتاح ويطول عمره شوي زيادة، كم شهر ممكن بيكون أفضل ويكون ببيته أحسن ما يكون يضل بالمشفى. جميل جدا. أخينا طارق، كلمة نهائية عن الحلقة ورسالة إذا بتحب توجهها. الله يعطيكم العافية، والله انبسطت بمشاركتكم. ما في شيء كثير بدي أضيفه، بدي أذكركم إنه بنهاية الموضوع بذكر الأخوة المشاهدين إنه المريض هو المركز. طالما أنت حاطط المريض بمركز المعادلة فأنت وضعك بخير، معناه مو شغلتك إنك تكون حكم على الموارد تبع المشفى، مو شغلتك إنك تكون الحكم على انت بالنهايه، انت يعني الادفوكيت. الطبيب هو اول ادفوكيت، مع احترامي لاخي باسل، بس اول ادفوكيت للمريض هو الطبيب نفسه. فطالما انه اهتمامات المريض واحلامه وطموحاته وطبيعه حياته واهدافه الى اخره هي خلينا نقول مركز النقاش تبعك معه، فانت ان شاء الله بخير. يعني انه هي شيء كثير صعب، انا عليك كطبيب قلبيه، يعني نحن معروفين انه نحن كثير صعب انه تقطع الأمل. يعني شو انه نقطع الامل. ايه والله يعني يمكن بين الاختصاصات نحن من اصعب الاختصاصات، ورغم الشيء لما تكون لما الوقت تيجي حتى لو كانت صعبه، حتى لو هي استعين بخبره شخص له علاقه بهالشغلات هي. احيانا هذا الشيء بيشجعك انك تعمل الشيء الصح للمريض، والشيء الصح للمريض احيانا بيقولوا الامريكان انه less is more، يعني انه الشيء الصح هو انه بدل ما يكون عنده شغلات، يعني انه طموحات بناء على كلامك معه هي انه والله في امل وفي امل، بجوز الصح هو انه يعرف انه لا، انتهى، وصلنا تقريبا لخط النهايه، والسؤال انه شو الشيء اللي لازم نحقق لك اياه باخر هي. في حالات انا ما بدي شعر كثير شو اسمه، بس في حالات كان وقت هيك يعني اجت لحظه الحقيقه انه هذا هي كان حلمه انه نجيب له مثلا ابنه من المكسيك بس يشوفه قبل ما يتوفى، وتوفى وكثير مبسوط كان، يعني انه هي. سبحان الله، او واحده قالت انه بس بدي اكتب كتاب، يعني هي وفعلا تزوجت كتبنا كتابه وبعدها literally withdraw care يعني على شو اسمه، والمريضه توفت. فخلي المريض بمركز المعادلة، وإن شاء الله ما بتخيبه، وإذا احتجت مساعدة احكي، مو غلط إنك تحكي مع شخص عنده خبرة بأهلي ويعطيك نصيحة ويعطيك شوي دفع معنوي إنه لا، أنت الشيء اللي عم تعمله هو الشيء الصح، ولازم تناقش مع المريض هيك، ما في عيب بهالكلام. جميل جدا. أخينا باسل، كلمة نهائية عن الحلقة. بس بدي أتشكر الدكتور محمد، دكتور طارق، فعلا أنا تعلمت كثير منكم، ومهنتكم صراحة أنتم النقاشات اللي بتخوضوها مع المرضى أبدا ما أنا سهلة، فالله يكون بعونكم وشكرا لكم، وبتمنى أنه نشوفكم بالمستقبل بحالات ثانية. بتشكركم جميعا، بتشكر اخينا الدكتور محمد والدكتور طارق والدكتور باسل. صراحه ربما الخلاصه اللي انا يعني الاخوه المشاهدين اذا ممكن ياخذوها هي مهارات التواصل، الكوميونيكيشن سكيلز، طريقه ايصال المعلومه للمريض. لازم انت تعمل علاقه جيده مع المريض وتوصل له المعلومه، ربما نفس الكلمه توصلها بطريقه يقبلها المريض وياخذها 100% منك، او اذا قلتها بطريقه خاطئه ربما ياخذ العكس تماما. اتمنى اني كنا مفيدين بهذه الحلقه ان شاء الله. حيكون لسه في ضيوف مميزين بوعدكم ان شاء الله، وان شاء الله مستمرين بكورس الاخلاق الطبيه. جزاكم الله خيرا جميعا، والسلام عليكم.